الأجواء احتفالية كبيرة هنا بمدينة طنجة. المنتخب الوطني المغربي يتفوق على المنتخب الجزائري بهدف واحد مقابل لا شيء، هدف كان جميل. معي هنا المدرب حميد الورقال اللي غادي يقربنا أكثر من كل ما كان يحدث على مستوى أرضية الملعب. أولا هنيئا للعناصر الوطنية، هنيئا بهذا الإنجاز، وهنيئا ثاني انتصار في هذا المسابقة الإفريقية أقل من 23 سنة. نظن أن المباراة كيف تكلمنا عنها من قبل كانت غادي تكون مباراة صعبة، وبالفعل كانت مباراة صعبة. كانت غتلعب على جزئيات، إلى لاحظتوا المنتخب الجزائري في أول وهلة كان متكتل الوراء، كان دير حراسة فردية. من بعد تسجيل الهدف كنظن ما بقى عنده ما يخسر، أنه حاول يطلع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، هو اللي شوية صعب المأمورية. ولكن كنرجع بأننا كنقول بعد الفرص اللي ضيعناهم يمكن كان ممكن نكون سجنا وكنا نهيو المباراة من قبل، ولكن هادو أمور اللي كنكون كنستفدوا بها على ما تبقى من الدوري، ألا وهي المباراة ديال السنغال إن شاء الله. المنتخب الوطني المغربي استفد بكثره من المباريات الوديه، وكان اعتقد بان الدليل هو اللي كان اليوم جوج ديال الانتصارات، جوج ديال المباريات، حتى وان كان هدف واحد مقابل لا شيء، هذه مباريات رسميه. شيء اكيد هذه المباريات كيفيدوا بالاضافه للاعبين، كنظن عندهم الاغلبيه عندهم خبره تكتيكيه، كنظن عندهم واحد النضج تكتيكي، عندهم واحد النضج حتى تقني اللي كيسمح لهم انهم كيحافظوا على الكره، انهم كيديروا تمريرات صحيحه. كنظن المجموعه كانت متلاحمه، كانت فريق كيلعب ما عندوش خطوط، ولكن كفريق واحد حقه الاهم الا هو ثلاث نقاط، ونشوفوا ما تبقى ان شاء الله. شكرا لك حميد الورقه. طبعا مشاهدينا الكرام، كان انتصار جميل للمنتخب الوطني المغربي، نتيجه ديال هدف واحد مقابل لا شيء.